أصعب مرحلة عشتها يمكن نقدر نقول طفولة، ولكن في نفس الوقت زوينة. هي صعيبة كانت بزاف. الطفولة ديالك ما كانت سهلة؟ لا. شنو اللي كان صعيب فيها؟ كان صعيب فيها داكشي اللي الظروف اللي عشت فيها. كيفاش كان كيدوز نهاري؟ تحرمتي من شي حاجة في الطفولة؟ تحرمت من واحد شوية الأمان. كنت كنخاف. كنتي كتخافي؟ وشوف كنت كنخاف شي حوايج بأحاسيس بيني وبين نفسي، ولكن أنا كنت قوية بزاف. أنا كنت هي الليدر، أنا هي القائدة ديال بنات الحومة كاملين. كنت أنا هي بالنسبة لهم في ذاك الوقيتة البوس. غنديرو هادي اليوم وغنلعبو هادي ونصيبو هادي ونقادو هادي. كانت عندي واحد الشخصية قوية، شخصية قيادية. ودابا؟ ولكن بيني وبين نفسي كنت كنخاف من بزاف الحوايج ما شافوهمش. ودابا باقا عندك هاد الشخصية القيادية؟ باقا شخصية قوية؟ ما كتبدلش. هذاك الشيء اللي كتكون منه ما كيتبدلش، كيبقى هو هو.